وصلنا الآن مشاهدين إلى فقرة ضيف النشرة، ومعنا الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. مساء الخير دكتور منار. أهلا وسهلا بك عبد الله. دعنا نتوقف عند إصدار الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم. نريد في البداية معرفة السياق الذي تندرج فيه هذه التقارير السنوية، وما الجديد في تقرير هذه السنة؟ أولا، أن هذه التقارير هي تصدر تقريبا منذ 43 سنة، حيث أصدر الكونغرس آنذاك قانون يلزم فيه الخارجية الأمريكية بأن تقوم بإعداد تقارير سنوية حول حقوق الإنسان وأن تحال عليه لماذا ليأخذها بعين الاعتبار في وضع تشريعات وفي الموافقة على المعاهدات والقرارات المرتبطة ببعض السياسات. هذا التقرير السنوي تقريبا هو يشمل حوالي 200 دولة، هو لا يهدف إلى إصدار أحكام حول الدول، وإنما هو يهدف بالحصول على معلومات تمكن الإدارة الأمريكية من اتخاذ قرارات. هذه السنة كانت الأنظار متجهة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة. لماذا؟ لأن عادة أن البيت الأبيض لما يكون فيه الديمقراطيون ترتفع المؤشرات المرتبطة بقضية الحقوق في العالم، ولما أقول هنا الحقوق، حقوق النساء، الأقليات، مسألة التعبير، مسألة الحريات الدينية إلى غير ذلك. بصمة الديمقراطيين هذه السنة واضحة على اعتبار أنها تشير إلى بعض الدول، مثلا كوبا، فنزويلا، روسيا، الصين. هناك تقرير كبير جدا يحيط بالعالم ككل، وبالطبع لما أقول العالم ككل هناك تكون بعض الإشارات نحو المغرب وهي إشارات إيجابية. نعم، يعني التقرير حمل إشارات إيجابية دبلوماسية كما تقول، وحول تطور المنظومة الحقوقية بالمغرب. كيف تقرؤون يعني هذه الإشارات؟ أول إشارة يمكن أن نقرأ في التقرير وهي أنه لأول مرة يضع الصحراء المغربية ضمن كل تراب المملكة، وهذا تأكيد بمعنى نقرأ فيه دبلوماسيا على تأكيد الاعتراف القانوني الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية. هذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه يجيب العالم ككل. هذا تقرير هو يقرأه العالم ككل، كل السفارات، كل الدول، هو يوجه هذه الإشارة، وقلت بأنها إشارة تؤكد استمرارية هذا الاعتراف القانوني وموقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للمغرب. مسألة أخرى وهي من يقرأ مثلا الأمور المتعلقة بالمغرب فيجد بأن هناك ملاحظة تقول بأن هناك تطور في المنظومة الحقوقية بالمغرب وتطور في عمل المؤسسات، وأن هناك الكثير من الحالات هي مجرد ادعاءات. بمعنى، انتبه إلى المصطلح، هي ادعاءات، بمعنى أن ما نقل حول بعض لما نقلته بعض المنظمات فهو مجرد ادعاءات. لماذا؟ لأن هناك سلطات مغربية تقوم بدورها تطبق القانون، وهناك المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجالس الجهوية، هذه كلها مذكورة، بمعنى أن هناك تطور مؤسساتي. إذن هنا مقارنة بتقارير سابقة يلاحظ بأن هناك تطور. من يتبع مثلا التقارير سيلاحظ بأنه في هذه السنة هناك العديد من الإشارات الإيجابية، من الإشارات التي تحدثت عنها. يعني هذا التقرير تزامن مع محادثات يعني ثنائية جرت بين كاتب الدولة الأمريكية في الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة. ما هي الإشارات التي تقرؤونها من خلال هذه المحادثات بخصوص قضية الصحراء المغربية؟ اولا، لما راجت هذه المساله في وسائل الاعلام، ونعرف بان هناك من يحاول ان يقوم بعمليه تغليظ الراي العام، فلما يعرض هذا التقرير الذي يهم العالم ككل، معني به ايضا حتى الامم المتحده. لهذا فلما يعرض كاتب الدوله الخارجيه الامريكي هذا التقرير، هو يتحدث مع الامين العام وطرح العديد من القضايا. هناك اشاره إلى ملف الصحراء المغربية، هناك إشارة لما يقول بأنه يجب الذهاب نحو حل سياسي. هذا هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الاعتراف
وغوتيريس يعرف جيدا بأن هناك اعتراف أمريكي وصله، وفي نفس الوقت كانت هناك إشارة لحظة الاعتراف إشارة إلى حل سياسي الذي هو مقترح الحكم الذاتي. إذن طبيعي جدا أن يكون هذا النوع من المحادثات ويأتي في هذا السياق الذي في نظري هو أيضا إشارة أخرى، لأنه يجب أن نقرأ كل شيء. هناك تقرير وتوجد ضمن الصحراء المغربية ضمن كل تراب المملكة، حديث مع غوتيريس، والولايات المتحدة الأمريكية أخبرت الأمم المتحدة بالاعتراف بأثر قانوني، وفي نفس الوقت هناك محادثات والذهاب نحو حل سياسي، وفي الاعتراف الأمريكي هناك إشارة إلى مقترح الحكم الذاتي. إذن واضح ولا داعي بمعنى الكثير مثلا، خاصة هنا كنتحدث على الصحف والمواقع الجزائرية ومواقع البوليزاريو، هي تحاول أن تضخم أو تحرف، يعني لا تقرأ الأمور في هذه الصورة. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، كنت ضيفنا هذا المساء.